بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا ودع بطولة أمم إفريقيا بعد ما خسر 7-8 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية في المباراة اللي جمعت بينهم في ثمن النهائي، واللي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليتأهل منتخب الكونغو لمواجهة غينيا في الدور الربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية. منتخب غينيا تأهل لدور الربع النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والمقامة حاليا في كوتيفوار، ده بعد فوزه على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بين المنتخبين امبارح على استاد الحسن وطارة ضمن منافسات الدور 16. منتخب أستراليا فاز على منتخب إندونيسيا بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية دوحة، وأداء في دور ال 16 من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليا بقطر، وبكده تأهل المنتخب الأسترالي لربع نهائي كأس آسيا. مسؤول النادي الأهلي تواصلوا اتفاق مع فريق البنك الأهلي بشأن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وده لتعويض غياب محمد الشناوي اللي هيغيب 3 أشهر بسبب معاناته من خلع في الكتف. محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية عاد للبنك الأهلي مرة أخرى لتعويض رحيل محمد أبو جبل اللي وقع للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. فريق مانشستر يونايتد تأهل دور 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على فريق نيوبورت كونتي بنتيجة 4-2 في مباراة لجمعتهم على ملعب رودني بارادا، ده ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للموسم الحالي. فريق بروسيا دورتموند حقق الفوز على فريق بوخوم بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن الجولة 19 من الدوري الألماني، وارتفع رصيد بروسيا دورتموند ل 36 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد بوخوم عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر. منتخب مصر للرجال الكرة الطائرة فاز على منتخب الكيني بنتيجة 3-0 في ختام منافسات تصفية المنطقة الخامسة لكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية واللي بتستضيفها مصر، وحصد منتخبنا الميدالية الذهبية وتأهل إلى الدورة الإفريقية في مارس المقبل واللي هتقام بمدينة أكر بالسنغال.